شكرا، عاملة دايت. هذه الساعة المباركة يا حياك الله يا ام عبد اللطيف. حياك الله يا اخويا. شوف شوف يا انت اللي شوف بشتي انت بشتي بتاعي شنو بشتي شوف يا خالي هذا بشتي هذا شوف يا اخ عبد الله، من يومين اثنين كنا بننضرب من سيادتك والحين قاعدين قعدت أهل. يا سلام على الدنيا لمة الشمل، صحيح ما محبة إلا بعد ضرب. خالي شو الكلام هذا؟ هذا كلام ينقال وقت خطبة يا خالي. التقيل جاي ورا. إيه يلا خلق زلم وقت زلم يا زلم بنت عاوش طيب خلق زلم. لا تقول أخ حمدي نعم شلون السكر وياك الحين؟ إن شاء الله صار أحسن. سكر مين؟ سكر مين؟ فلا الله ولا فلك، تفهم بقك. خالي بيقول سكر. سكر. إيه؟ مستشفى سكر. السكر. لا الحمد لله، الحمد لله الحين أحسن كثير. الحمد لله، لا صحته طيبة الحمد لله. الحمد لله. يعني مرة السكر يرتفع مرة ينزل. إيه. عسى مستشفى النزهة قاموا بالواجب. نزهة مين يا مو نزهة أنت؟ ده كانوا. هذا بالله ماما تقول بالله كنا في المغفر. ايه في ايه؟ حرام عليك خالي، كنا في مستشفى مستشفى المغفر مستشفى النزهة 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 يوبو. ماما مش انت كفلتينا؟ اقصد يعني ايوه دفعت الكفالة. ما دفعتش الكفالة مصاريف، دفعت الدواء. ايوه الدواء والجلوكوز. ايوه نعم مصاريف المستشفى والادوية. ماما مالك؟ مصاريف ايه ومستشفى ايه وبلاوي ايه اللي بتتحدف علينا؟ ماما ايش فيك؟ خالي ما هذا المصاريف خالي اتكلم اتكلم. قصدك على الحادثه بتاع الولد بتاع اليوم؟ خالي ايه ايه مال الخطبه؟ اي ولد ما ولد خطبه الخطبه ما تخلصونا بقى.